تأسس النادي الأهلي العظيم. زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة. زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه. زي النهاردة ابتدينا حلم وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل بيسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم لمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولاعبته هم البطولة الأهم